اهلا بكم في جو شو. طبعا لاحظتوا ان الاستوديو متغير وتقريبا كل حاجه متغيره، حتى الستايل بتاعي متغير. هحكي لكم الموضوع وهجاوب على كل التساؤلات اللي جت في دماغكم دلوقتي، لكن خليني ابدا باهم حاجه حابب اقولها لكم واصرحكم بيها، يعني بقول لكم بجد من قلبي والله. يعني لو انت بتتفرج على الحلقه دي من خلال السوشيال ميديا تقدر تشوفها كل يوم خميس حصري على شاشه التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي موجوده تحت لينك الفيديو ده. يعني بصوا، وانا لو في المريخ هقولها لكم، يعني وراكم. بصراحه حلقه النهارده بنصورها من امريكا، وهقول لكم السبب كمان شويه. عشان كده الاستوديو متغير، لكن معايا كل متطلبات التصوير. عندي المكتب، عندي اهالتي السوداء اللي هي من قله النوم دي موجوده معايا على طول، وطبعا ابو نهاد. الله عليك ابو نهاد، الحمد لله الجرافيك ما خلاش. بصراحه جات لنا فرصه نقف على منصه دوليه ونحكي اللي بيحصل في مصر. قررنا نتخلى شويه عن دورنا الطبيعي كبرنامج تلفزيون. احنا جات لنا دعوه من فريدم انيشيتيف ان احنا نروح مع وفد من كل اطياف المجتمع المصري ونقابل اعضاء في الكونجرس الامريكي. بصراحه عن نفسي ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام هوصل لمكان زي ده واعبر فيه عن راي كتير من المصريين. قابلنا اعضاء في الكونجرس وحاولنا نفهمهم ان النظام اللي انتوا بتدعموه ده بيستخدم دعمكم لقمع المصريين، ووصلناهم ان مصر مش النظام المصري بس، يعني في شعب على فكره. حتى احنا ما تخيلناش ان تاثير الزياره اللي عملناها للكونجرس هيكون بالسرعه دي، لان وقت تصوير الحلقه دي في وفد مصري رسمي من النظام المصري بيقابل نفس اعضاء الكونجرس اللي احنا قابلناهم في واشنطن، واللي المفروض بعدينا يعني ينقلوا للكونجرس وجهه نظر النظام المصري عن حقيقه الاوضاع في مصر. قال يعني هم في الكونجرس مش عارفين حقيقه الاوضاع في مصر. في النهايه احنا برنامج اعلامي، كل اللي بنملكه الكلمه. دورنا وهدفنا ان احنا نحكي الحقيقه للناس، اي ناس وفي اي مكان، بس مش مؤمنين ان امريكا هي اللي في ايدها الحل في مصر. بالعكس، احنا مؤمنين ان الحل دايما وابدا في ايد الشعب المصري. كمان رسالتنا اللي مؤمنين بيها وبنوجهها لاي تيار سياسي او حزب في مصر، ان اي حل هتراهنوا عليه على حد غير الشعب المصري عمره ما يحل الوضع ابدا في مصر. في النهايه نتمنى فعلا ان احنا اللي عرضناه في الكونجرس يكون ساهم ولو بجزء بسيط ينقل الصوره الحقيقيه عن خطوره تعديل الدستور المصري وتفصيله لصالح الرئيس السيسي. بمناسبه تعديل الدستور، صحيح تخيلوا ان اليومين اللي فاتوا كان في حوار مجتمعي في البرلمان المصري على التعديلات الدستوريه؟ تخيلوا. وده شيء غريب قوي بصراحه، يعني انا مش قادر اتخيله، لان طبعا احنا في مصر متعودين بس على التطبيل، فقلنا اشمعنى يعني هم عاملين حوار مجتمعي؟ احنا كمان هنعمل حوار مجتمعي في واشنطن. المنبر المصري لحقوق الانسان، حاجه اسمها المنبر المصري لحقوق الانسان. المنبر المصري لحقوق الانسان ده هيشارك في جلسه استماع في الكونجرس، بيرتبوا لقاء مع في الكونجرس الامريكي. عشان ايه؟ ضد التعديلات الدستوريه في مصر، عن التعديلات الدستوريه المرتقبه. رايحين الكونجرس ناجر قاعه جوه الكونجرس الامريكي، واخد معايا اتنين من الفنانين الشواذ اهو. واحد اسمه عمرو واكد، ما اعرفش تسمع عنه ولا لا، واحد اسمه خالد ابو النجا. بايدين حسن وخالد ابو النجا وعمرو واكد، دول ماجورين، دول بيعملوا كفتيات الليل ليس الا باجر مباشر. منضم ليهم الواد الاراجوز اللي هو اسمه يوسف حسين، اللي هو بيعمل برنامج يوتيوب ده. يوسف حسين اللي هو احنا انتوا عارفينه طبعا، جايبين واحد اراجوز. عمرو واكد ممكن يقول حاجه تنفع، خالد ابو النجا يعني هو يقول كلمتين. هم ليه مصطحبين معاهم هذا التافه؟ حبيبي ربنا يخليك، هو بس عشان يعني بيصطحبينه معاهم عشان ساعات بقى في حاجات تافهه يترفعوا عنها هم يصدروني انا فيها. تافه؟ مش شكرا يا باز، شكرا يا صاحبي حبيبي، توقعتهاش منك والله. من يعني مش شغال ممثل زيهم ولا بوست سكارلت جوهانسن؟ طب على فكره بقى لعلمك، يعني انا لما بتشايك ببقى حاجه تانية خالص، يعني اهو انفع سكارلت نفسها. ولا ايه رايك يا عمرو؟ عمرو حبيبي ازيك؟ نورنا والله. عمرو بص، هو يعني انت غني عن التعريف، واي ضيف بيجي لنا هنا لازم بصراحه اعمل عنه تقرير صغير كده، فانت ده مش لتعريفك بس، انا ده هديه ان انت وافقت ان انت تطلع معانا النهارده، وانا اتشرفت بيك، عشان كده انا ههدي لك، يعني اقبل مني الهديه اللي هنعرضها. ربنا يخليك. في فنان لعنه الله عليه، واد بيقولوا عليه ممثل، اوعى تقول ده فنان، هم بيقولوا عليه ممثل، ده عيل بلطجي، ده عيل صايع، اسمه عمرو واكد مش كده؟ امال ايه واخد دي؟ عمرو واخد ده ولا واكد ولا زفت الطير على دماغه؟ هو ده عمرو واكد، ما يعرفش غير البلطجه. الفنان عمرو واكد دوت اللطخ الجعر ده بهذا الشكل الغبي، الاشكال القذره دي، الرقيع ايضا، هو ده الطابور الخامس، بنقول لك انت زيك زي الحمار، يعني جلده تخين ما بيحسش، وهذا الرجل المؤخره، واحد خاين ويبيع ضميره، واحد بلا طعم، واحد رقيع ويبيع جسمانه، واحد ملتوي، واحد بيتمايل، دي اشكال بتعرنا والله، من امثال هؤلاء القذرين. عمرو واكد كان جايب واحد نقاش عنده يعمل له شغل
بعد الراجل ما خلص شغل على اتم وجه ما رضيش يتفاعل. قالوا حصل ده بصراحه؟ انت عارف مين ده؟ لا لا انا مش بسالك يعني. لا ما اعرفش هو بيتكلم عن مين وما اعرفش مين اللي بيتكلم اصلا. لا هو فعلا يعني هو مين ده؟ ده هو اسمه يعني. بص هو هشرحها لك بعدين. هي دي الهدايه وحشه؟ لا بصراحه تسلم ايه على فكره يعني ده شغل عالي جدا ده ما بتعرفش تجيبه من بره ده. بس عمرو انت واحنا بنصور دلوقتي المهن التمثيليه صح؟ او نقابه المهن التمثيليه سحبت منك الترخيص يعني الاستاذ اشرف زكي سحب منك ترخيص انك تكون ممثل في مصر وكده. عمرو هل ده هياثر على الافلام اللي بتعملها بره؟ يعني مثلا الوسط الفني العالمي ده مثلا لما يعرفوا ان انت معكش تصريح من نقابه هو بصراحه المهن. تاثيره بره هيبقى سلبي لشكل مصر يعني سلبي لشكل الطريقه اللي بتدار بيها النقابه. ان النقابه المفروض تدافع عن حقوق الاعضاء مش انها تطاردهم وتخونهم وتتهمهم اتهامات يعني جزافا كده بدون حتى ما تتكلم مع العضو او تحاول توصل للعضو وتحاول تفهم ايه اللي حصل بالظبط. يعني انا متوقع ده من النقابة اللي موجودة حاليا يعني لأن هي في الحقيقة حاولت إن أنا أستنجد بيها في كذا مرة قبل كده وما أنصفتنيش يعني من قيمة سنة تقريبا كده كان في منتج عليه فلوس عليه مبلغ كبير بقيت ليا مبلغ باقي من أجري في مسلسل الحرباية ووصلت للأستاذ أشرف زكي وقلت له إن أنا ليا المبلغ الفلاني ومش عارف اعمل ايه وانا محتاج يعني تدخل منكم يعني. فقال لي انت مش عايز فلوس يا عمرو؟ قلت له قال لي خلاص مالكش دعوه انا هجيب لك الفلوس. ماشي. وما كلمنيش تاني لغايه النهارده. بعدها بفتره يعني من فتره مش طويله قوي اعلنت ان انا محكوم عليا بخمس سنين سجن. سمعت ان انا محكوم عليا بخمس سنين سجن وثلاث سنين سجن من القضاء العسكري. طبعا المفروض دي يعني حاجه يعني قويه جدا وانت وانا عضو في النقابه تحرك اي نقابه علشان نفهم بس طب نفهم جايز تكون مدان بالظبط جايز ابقى مدان فعلا وجايز يبقى في حاجه مش مفهومه بتاع مفيش اي تحرك مفيش اي حاجه حصلت ولا موقف اتاخد من النقابه ولا حتى تليفون قالوا يا عمرو خليك بقى عندك حبيبي على مفيش خالص. المره الوحيده اللي حصل فيها تحرك من النقابة كان ضدي وده شيء أنا شايفه بصراحة مخزي جدا ومش ده دور النقابة وإن شاء الله في يوم من الأيام النقابات كلها هترجع. أنت مؤمن بده النقابات هترجع مرة تانية؟ عشان حاسس أنت بتصدر دايما أمل. لازم أصدر أمل يعني. يعني أنت مش حاسس أن الوضع في مصر من الشعب المصري أو قطاع كبير من الشعب عمال ييأس سنة عن سنة أنت بقى جايب منين؟ بصراحة أنا شايف ده وشايف إن ده يعني مسبب في حاجات وغير مسبب في حاجات تانية لأن أنا راجل أب شفت ابني وهو بيبي صغير خالص كده وشفته وهو بيحاول يقف ومعرفش وبيحاول تاني ومعرفش وتالت ورابع وخامس وحاول يمكن 100 مرة يقف الأول علشان يعرف يقف على حيله وفي الاخر نجح. الحياه كده انت ايه طريقك في الحياه؟ امشي فيه واستمر واقعد حاول وتفشل وحاول وتفشل وفي الاخر هتوصل. طب والطريق اللي انت خدته ده مش ندمان عليه لو الزمن رجع بيك مره تانية هعمل نفس اللي عملته تاني. في ناس بتقول لك انت مالك ومال السياسه يمكن بعض اخطاء طبعا انا مش بقول ان انا راجل يعني معصوم من الخطا طبعا كلنا في خلال طريقنا بنعمل اخطاء لو رجعنا تاني يمكن يعني اتجنب بعض الاخطاء اللي انا عملتها انما عمري في حياتي ما هغير الطريق لان ده طريقي ده انا 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 بحسبها بشكل تاني خالص انا بحسبها ان انا برضه هقول لك تاني انا عندي عيل وابني ده انا لا يمكن احط نفسي في موقف في يوم من الايام أشرح له أنا كنت منافق ليه أو أنا نصبت ليه أو أجرت رأيي ليه أو حاجات بقى كتير من اللي بنشوفها أنا ما أعرفش أعملها لأني بخاف من ابني
وبخاف من ربنا طبعا قبل اي حاجه، ومش عايز التاريخ ده يبقى موجود في ذهنه. طب وانت ليه دايما على تويتر؟ يعني انا بقول لك تساؤلات بشوفها ساعات عندك على تويتر. اتفضل. يقول لك انت كعمر فيه ايه يعني لما الرئيس السيسي يكمل يعني هو يخلص الولايات الثانيه بتاعته، فهي لما يترشح ثالث ورابع وخامس ومية، يعني انت غرمان حاجه، ده انت فنان ومبسوط ومعك فلوس، يعني مالك انت ومال السياسه اصلا؟ لان اولا انا يعني دي بلدي وتهمني امرها، يهمني امرها جدا، يعني انا عاطفي جدا مع مصر، بحبها جدا. يمكن مش باين ده لبعض الناس التي تزعم الوطنية، إنما أنا حقيقة يعني بحبها ونفسي تبقى بلد أفضل من كده. هات لي أنت بقى بلد واحدة بيحصل فيها الكلام ده وبتقوم. فين البلد اللي فيها القيادة ما بتتغيرش والسلطة كلها في إيد حد واحد ومزدهر؟ بص على كل الدول المزدهر، دول فيها حريات وفيها ديمقراطية وفيها تداول سلمي للسلطة وفيها كل الحاجات الخاينة بتاعتهم دي. طب عايز أفصل شوية عن السياسة، أقول لك أنت إيه مشروعك الفني القادم؟ يعني أنا شايفه حاسس يعني أنه هو مش هيكون بنفس عمرو وكده بتاع زمان، أكيد أنا غلطان ولا؟ صح صح، هيبقى شكل جديد تاني خالص. أنا طالع في دور واحد أصلعه بصراحة. شفت الصورة صحيحة على انستجرام. طالع في دور في مسلسل اسمه رامي، هيتعرض على شبكة هولو هنا في أمريكا، وهو مسلسل كوميدي وبيحكي عن عيلة مصرية هجرت، يعني راجل وست عرب متجوزين في أمريكا وخلفوا أبنائهم اتولدوا في أمريكا، فهم الأب والأم عرب أمريكان بس الابناء امريكان عرب. ففي نوع من اختلاف الثقافات. اختلاف الثقافات بالظبط كده، بيطلع منه لحظات كوميديه جدا. وانا شايف ان رامي يوسف من الممثلين، رامي يوسف مش رامي مالك، كوميديان هو في نيويورك جامد جدا، وشايف انه من الناس اللي هنتفرج عليها كتير في الفتره اللي جايه دي. عمرو بجد شرفتني، انا عندي بس حوار مجتمعي كده مع الاعلام والنظام في مصر، فسيبنا انا معاهم، وش اللي احنا شفناه في الفيديوهات ده سيبه لي انا، انا هتصرف. عمرو شرفتني، شكرا بجد. العفو حبيبي، استنونا راجعين تاني. اهلا بيكم مره تانية. لسه بنتكلم على الحوار المجتمعي اللي حصل في مصر على التعديلات الدستوريه. انا بس مش متخيل ان في حوار مجتمعي كده مره واحده في مصر. متعودين على التطبيل يا جماعه، ما تفاجئناش كده، يعني ما حدش كان متعود ان في راي وراي اخر. عشان كده كان في 10 دقائق كده في الاول كل واحد يقول يا جماعه بس عايز انتقد حاجه في التعديلات الدستوريه، اقبضوا عليه بسرعه. ايه ده، مش احنا يا جماعه في حوار مجتمعي وكل واحد يقول رايه؟ صح، سوري صح، اتفضل قول رايك، اقبضوا عليه. مش قادر، معقوله يا جماعه؟ معقوله يعني في وجهات نظر كده وراي وراي اخر جوه الحوار المجتمعي؟ معقوله الدوله اخيرا هتسمع من المعارضه؟ وفين جوه مجلس الشعب؟ بصراحه حريه الراي في مصر بعافيه حبتين، بس والله العظيم لم اكن اتخيل ان تناقش التعديلات الدستوريه المقترحه بهذه الحريه. دكتور علي عبد العال كمان قال نقطة مهمة، قال إن كل واحد هيقول رأيه بمنتهى الحرية. أنا عايز أقول كان دعاكا امبارح مجلس هو اليوم ملتزم بأن يستمع إلى كل الآراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. هنفتح المجال، ده بيقول ده بيقول لأ، وكل واحد بيقول رأيه، هو حر، الناس كلها هتتكلم وكل الأطراف السياسية تقول رأيها بمنتهى الحرية ولا قمع لصوت حد، اللي مع واللي مش مع واللي بيقول رأيه واللي ليه تحفظات. كان في مدعكة وشتايم وضرب لحد النهاردة. أعضاء مجلس النواب كانوا عنيفين جدا وحاسمين جدا، ولكن الجميع متفق تماما على أنه النسبة لابد أن تكون 6 سنوات مش 4 سنوات. كان هناك إجماع من كل الحاضرين وأنا بحييهم. هناك إجماع في الحضور وغير الحضور. كان هناك إجماع من الموجودين، فالكل موافق عليها وإجماع كامل عليها. هي دي الديمقراطية؟ نعم.
اجماع وكله موافق على التعديلات الدستوريه. ايه ده؟ معقوله؟ حتى المعارضه بعتنا في الحوار المجتمعي وافقوا على التعديلات؟ لا، ورونا كده يا جماعه مين المعارضه اللي حضرت مناقشه الدستور في البرلمان دي عشان نعلم عليها وما نخليهمش يمثلونا تاني. ايه ده؟ احمد يوسف ونشأة الديهي والباز وسيد علي؟ لا لا، انا اسف، انا لا يمثلني اي حوار مجتمعي الا الحاج ايسر. لا مؤاخذه يعني يا حاج ايسر. وبعدين كل واحد خد 10 دقايق وهم 76 واحد، يعني المؤتمر قاعد في حدود 12 ساعه ونص. الفكره مش في المؤتمر طول، الفكره انتوا قاعدين بتتكلموا 12 ساعه في ايه؟ كل الناس موافقه اصلا. يعني عملتوا ايه في 12 ساعه؟ اللي هو بص حضرتك انا موافق على التعديلات الدستوريه. لا لا اسمح لي بقى، انا عندي راي تاني خالص، انا مع التعديلات الدستوريه. موافق ايه ومع ايه يا حضرات؟ انا بقول ان احنا لازم نؤيد التعديلات الدستوريه. وهاتك يا دعك بقى، هاتك يا دعك. هو كان حوار مجتمعي على المده اللي يقعدها الرئيس، يعني في واحد عايز 6 واحد عايز 7، واخدين بالكم؟ فكان في خناقه كبيره بقى، وهاتك يا دعك بقى، هاتك يا دعك. وخلص الحوار المجتمعي في البرلمان، طلعوا بالليل بقى في التلفزيون يكملوا الحوار المجتمعي مع الشعب. هتصدقني يا احمد بيه لو انا يعني مش عايز ابقى مدفعك دفعا نحو الدكتاتوريه، يعني في دكتاتوريه المجلس، لكن في بعض الاحيان الحوار المجتمعي بيعطل ما بينجز. صحيح. خصوصا انت بتخش تلاقي نفسك في تشابكات اكتر، متعقدات اكتر، ربما لو قعدت وقفلت على نفسك انت واللجنه الباب وشفتوا المصلحه العامه تقتضي ايه وخدتوه، ننجز وقت ونجيب نتيجه. صحيح. يعني كفايه قوي نشأة الديه واحمد موسى، ما كانش لازم تجيبوا سيد علي وتعطلوا الحوار المجتمعي. ده احمد موسى لوحده بيعطل، كل النواب موافقين على 12 سنه هو عايز 20. ايه يا احمد يا موسى، الديمقراطيه مش غصب برضه. وعجبني تعامل تامر امين مع الحوار المجتمعي، عامله كانه رحله، اللي هو يعني لازم نقعد مع ناس نفس دماغك كده وتتبسط، ناس تبقى شبهنا. طبعا هنخرج مع ناس مش شبهنا. انت كان ممكن تقول له يا احمد بيه انا مش هدفعك نحو الدكتاتوريه عشان احنا اوريدي فيها. بس احنا لو هنعمل حوار مجتمعي نتكلم على تعديل الدستور، اكيد بقى مش هسمع من احمد تامر امين واحمد موسى والناس دي. حوار مجتمعي ده عايز ناس سياسيين مثقفين زي استاذ العلوم السياسيه معتز عبد الفتاح، يقول لنا ليه مصرين على التعديلات الدستوريه. هو الدستور مهم دوس زي البدله، بس انت لو تقنت ايه معنى ان انا ابقى معايا بدله اضيق مني؟ هفضل انا ملزمك بالبدله القديمه ولا ممكن تتوسع البدله شويه؟ يعني عشان اكون واقعي، يعني لبسنا بدله اكبر منها شويتين، يعني ما انا شايف التشبيع عشان الناس يعني ما الموضوع ما يتحققش عليها. نفترض اتخنت، طب انا هفضل لابس بدله ضيقه ازاي؟ ازاي؟ لا ارجوك اشرح لنا، يعني انا عارف انك رايح بالبدله مخصوص في الحر ده عشان المثال ده اللي هو قالوا يا اعداد ايه ده هتكلمونا عن ايه النهارده؟ ايه ده على الدستور؟ اكوا البدله يا سعاد. هو تقريبا بيجرب المثال ده مع كل جاكيتة بدلة بيلبسها، بيشوف يعني هيمشي معاه ولا لا. بس احنا متفقين معاك بصراحة على نقطة ان الموضوع تفصيل، بنعدل الدستور يعني عشان نفسره على السيسي. انا عارف عارف ان التطبيل السيسي بالعلوم السياسية صعب، فبتضطر تلجأ للترزية والصناعية بقى. بس انا بقى عايزك ترجع تكلمنا تاني كأستاذ علوم سياسية، عايزين نستغل انك لابس طقم الدستور النهاردة، تقول لنا بقى ليه انت ضد التداول السلمي للسلطة بنفس شياكتك دي؟ هفضل انا ملزمك بالبدله القديمه ولا ممكن تتوسع البدله شويه؟ بعض الناس برضو تقول لك ايه، ما احنا نفسنا وحقهم والله، ولا نفسي ان اشوف رئيس سابق حي واشوف تداول سلمي للسلطه. بس احيانا بنسال هو احنا عندنا مقومات الموضوع ده ولا احنا بنحلم؟ هو انت عملت ثورتين قضيت فيهم على النخب السياسيه اللي كانت موجوده كلها، يعني كل الاسماء اللي كانت موجوده في الحزب الوطني، اهم 500 اسم في الحزب الوطني خلاص ما هوش موجودين في الحياه السياسيه. شفت عملت ايه يا شعب؟ قضيت على النخب السياسيه ونسيتناش غير انتوا اللي وصلتونا للحاله دي، عملتوا ثورتين وقضيتوا على نخب الحزب الوطني. وعلى فكره بقى انتوا اللي طردتوا الاحتلال الانجليزي، والمماليك ما كانوش وحشين والله، وانتوا اللي جبتوا السيسي وخليتوه يجي يقبض على النخب السياسيه، بقى محتاس بالسلطه اللي ماسكها في ايده مش لاقي حد يسلمها له فاضطر يعدل الدستور. الحمد لله انكم ما قضيتوش عليه هو كمان. لكن على الناحيه الثانيه كان في حوار مجتمعي ثاني في حته ثانيه بقياده الاستاذ محمد ابو العينين كبير الحزب الوطني. على فكرة يا أحمد موسى ده رئيس القناة اللي أنت شغال فيها، قال لنا بصراحة وجهة نظره وليه هو عايز يعدل الدستور. وعندنا كمان الأستاذ محمد أبو العنين كان عامل حوار مجتمعي آخر وقال كلام إيه؟ كلام اللي هو إيه؟ عارفين الشهد؟ شهد. إذا الرئيس ده ما بينامش أنت فاكر إيه؟ ده أنت حاطط له قيد على حريته وعلى حركته وعلى حديثه وعلى 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 وعلى. أبسط حاجة تقول له والله إحنا عايزين رئيس تاني، إحنا اللي طالبين. احنا اللي طالبين انه يقعد، احنا اللي طالبين انه يجدد، احنا اللي طالبين انه يكمل اللي قال عليه.
انت الناس بتحسدك عليه، بتقول لك انت يا ريت عندنا يكون قائد زي ده. اليس من حقه هو كمان انه يتمتع بمجهوده ويحس الحقيقه الواقعه في مصر بعد التطور ده، يشوف حقيقه واقعه تنسب اليه وتنسب الى تاريخه؟ يعني مش اصول خالص الصراحه. يعني الراجل يعمل كل الانجازات دي ونمشيه كده على طول؟ ما هو ما كانش بيعمل كل ده عشان يجي رئيس بعد كده ياخد على الجاهز. عشان كده بالمنطق ده انا بقترح نغير الماده وتبقى 4 سنين مده رئاسيه وسنتين استمتاع بالانجازات. او بص نعمل نفقه متعه من ميزانيه الدوله. لو دقت بينا وخلاص بقى جبنا رئيس تاني، نخلي رئيس سيسي موجود كده بمنصب شرفي اللي هو ايه بقى؟ نائب رئيس مستمتع. الرئيس اللي جاي جديد بقى يمشي موكب بتاعه كده، جنبيه على طول الرئيس سيسي راكب عربيه سبور موكب بنات. لو في زياره بقى دبلوماسيه لامريكا مثلا، يعني الرئيس الجديد يروح البيت الابيض، الرئيس سيسي يروح يلعب في لاس فيجاس بقى لحد ما الزياره ما تخلص. وايه يعني مش عايز يستمتع هو كمان ولا ايه؟ احنا اللي بنطالبه ان هو يقعد يستمتع. يعني متع نفسك كده زي ما متعتنا يا اخي. وخدت بالك ان هو جايب معاه فتح سرور؟ يعني شايف ان الحوار المجتمعي ده بصراحه مطلع اسباب هايله وجديده. يعني دي حلاوه بقى ان يبقى في كذا حد بيفكر مع بعض. متشوق جدا بصراحه اعرف لقيته ايه اسباب تاني عشان نعدل الدستور. لما يجي عندك اي حد عايز يجي يستثمر، عايز يجي مصر هضخ استثمارات 1 مليار 2 5 10 20، هو حضرتك في حد جاي وعندك نظام سياسي ماشي بكره تاني ماشي بكره؟ فيش دول كده، فيش دول بتبقى كده. هديكوا بعض الامثله. رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه 4 دورات 20 سنة، مش 1 ولا 2، 4 دورات. انا بديك امثله قريبه منك. يعني ما لقيتش غير بوتفليقه يا احمد؟ انت متابع اللي بيحصل؟ طيب بتتفرج على التلفزيون شايف اللي بيحصل في الجزائر؟ طب شفت رئيس الاركان؟ ايه يا احمد رايح للجزائر ليه؟ ما عندك امثله اقرب من كده. مصر بلدنا، مبارك قعد 30 سنه وكان هيعمل والله سكور حلو لو احنا كسرناه له. بس معاك حق، معروف الاستثمار بيبدا بعد 20 سنه على طول. اللعب كله دلوقتي في الدول الملكيه، شغل الجمهوريه ده ما بيجيبش استثمار. بس نسيتوا اعلان، نسيت يا احمد يا موسى، مش ده الدستور اللي نزلنا رقصنا عليه وبنادي على الصعيد وابن اخوه البورسعيدي؟ مش ده برضو اللي عملت حوار مجتمع عليه وهاتوا له اعظم دستور؟ طلعتوا في الاعلان تغنوا له، دلوقتي بقى دستور معيوب وعايزين تعدلوه. نسيتوا 2014؟ اللي انا قلته في 2014 مش هغيره في 19، لان انا في 2014 قلت اللي بيتعمل النهارده. وقتها كنت في قناه التحرير، والله اليومين الجايين هوريكم الحاجات اللي انا كنت بقولها لكم دي، هعمل لكم تجميعه كده تشوفوها. كنت بقول لكم ايه على الدستور؟ انت تعمل لنا احنا تجميعه يا احمد يا موسى؟ ليه قصرنا معاك في حاجه يعني عشان تقول لنا تجميعه واحنا موجودين؟ لا يا احمد ما تقولش كده، ده انت اكتر اعلامي متعاون والله، ما سبناش كده نعوم في بحر اليوتيوب. لا، قال في 2014 وعلى قناه التحرير، كان ناقص بس تقول في الدقيقه كام بالظبط. لا يا احمد كتر خيرك والله، كفايه التطبيل اللي بناخده منك، كمان هناخد منك تجميعات؟ اروح انا طيب وتيجي تقعد بدالي تعلق على الفيديوهات؟ ده اللي ناقص. روق كده يا احمد واحنا هنجيب لك تجميعه زي ما انت عايز. انت عايز ايه؟ عايز في كلامك في 2014 زي ما هو في 2019؟ عينينا حاضر، اتفضل. اللي انا قلته في 2014 مش هغيره في 19. دستورنا احسن دستور في تاريخ مصر. كلنا، انا بقول اهو، كلنا لبسنا الدستور. التصويت بنعم، ده قولا واحدا. والله العظيم لبسنا الدستور. دايره زرقاء بس، صح؟ شكرا. مش عايزين اكتر من كده. انا بقول لكم 80% من مواده تقعد تقرا تضرب دماغك في الحيط كل ساعه. دستور 2014 او 2013 اللي هنصوت عليه بعد ساعات قليله. نعم، كل 5 دقايق مش كل ساعه تخبط دماغك في الحيط. اصل الناس تقول لك انزل لا، انت تنزل وتقول نعم، مش تنزل وتقول لا. مش اي حد ماشي كده، حد قاعد على القهوه، حد ما قراش اصلا ولا يعرف حاجه عن الدستور ولا عمره فتح دستور يتكلم ويقول لك اللي هنا لا. نعم للدستور، تعديلات الدستور كانت عامل من بدري مش النهارده. لكن يلا خلاص، ما بنقولش كلامين، هو كلام واحد. طالما الحاجه مختلفه هي كلام واحد. والله ولا كلام واحد حتى يا احمد، احنا بنفهمك بالعافيه اصلا. انا مش عارف انت كنت عايز تعمل التجميعه دي ازاي يا احمد، وبتكلم بثقه اللي هو انا هجيب لكم التجميعه بتاعتي بنفسي، اللي هو انا بطبل بس مستحيل اكون عملت كده. تخيل لما احمد موسى ذات نفسه يتفاجئ من والله انا احمد في الطبيعي يعني بعمل الحاجات دي لعمرو اديب، بس انت اللي فكرتنا بيك.
اطلع بقى عيط في التلفزيون دلوقتي وقول فوتوشوب وكانوا راسي ولاد الحرام. بلاش تعمل الدخل التاني يا احمد. ها احمد ربنا ان انا مش بنعاملك زي عمرو اديب. ده احمد اصلا وعيك ما كانش لسه اتشكل في 2014. بتتكلم في ايه؟ اساتذه العلوم السياسيه هم اللي كانوا هرشين الصح فين في موضوع الدستور ده من الاول. عارف انا هقول لك حاجه بس الناس يا ريت بس استحملوني. انت عارفه الناس اللي قالت اه دول اغبى ناس والناس قالت لا برضه دول اغبى. انا قلت الكلام ده ساعتها يعني كتبته. كنت اقول لا انا قلت اه. يعني مش هتعلم بقى من غباء ومبطل نعدى في الدستور؟ لا جاي اتغبى تاني. معلش يا جماعه زمان ما كانش بيلبس بدل فما لسه ما اكتشفش ان هي ضيقه زي الدستور كده. فاللي قال اه غبي واللي قال لا غبي برضه واللي قطع دفع 500 جنيه. فانا عندي ابقى غبي ولا ادفع 500 جنيه؟ طب مين اللي طلع ذكي طيب؟ اه اللي صوت كده. اه لا كده فهمت طبعا. معلش يعني يا معتز لو انت شايف ان اللي قالوا اه اغبياء واللي قالوا لا اغبياء فانت كده بتعيب في الناس اللي عملت اعظم دستور. عمرو موسى يا جماعه هو اللي كان عامل اعظم دستور ده. قالت انه ده اعظم دستور حصل في التاريخ. اه طلعنا رقصناه ودعينا الناس ان هي تطلع تصوت وقلنا في الاعلام ان هذا اعظم دستور في التاريخ في وقت. ليه بقى؟ الناس كانت عارفه عيوب هذا الدستور وموافقه عليه. كان عمرو موسى ساعتها عارف الاخطاء دي. هو عاملها. هو اللي عاملها. عاملها. ده هو اللي عاملها اصلا. عاملها قاصد. عارفين زي مين؟ زي الصناعيه كده بيكروت الشغل عشان تجي له تاني. باب رزق مفتوح هيقفله ليه؟ ولعلمك بقى اللي هنعمله ده برضه هيبقى فيه اخطاء عشان نعدله بعدين. جمعيه ودايره يابا. بس الناس كانت عارفه ازاي انه معيوب؟ يعني كنت كاتب لهم في اختيارات التصويت نعم ونعم على عيبه؟ بصراحه يا جماعه كده الاعلام قدم كل وسائل الاقناع اللي ممكن يقدمها عشان تقتنع بتعديل الدستور. فاضل بس الفقره التثقيفيه اللي بيقارنوا فيها مصر بباقي دول العالم اللي بتعدل الدستور، يقول لك اهو كله بيعدل. خش لي عليها بقى. دساتير في العالم ليست دساتير ابديه. وفي دول كتير غيروا دساتيرهم. امريكا عدلت 27 مره في 200 سنه. الدستور الفرنسي عدل في 2008. فرنسا بالذات معدله 27 مره. فرنسا 3 مرات في سنه. طب ما هي حصلت في تركيا مع اردوغان بنفس الطريقه. اه جيب لي كده. اديني. احنا عايزين نحتذي بالملف التركي. تركيا 2017 اخر مره غيرت. تركيا غيرت، فرنسا غيرت، روسيا غيرت. الصين 3 مرات، سويسرا عدلت 3 مرات. الصين 4-5 مرات. المانيا عدلت 62 مره. تاني مين؟ يلا. الهند مثلا عدلت 99 مره. سويسرا غيرت اخر مره في 2012. كل الدول بما فيهم اوروبا، المانيا حتى تاريخه بتشتغل بست سنوات. سته تناسب مصر اكتر، ومعظم دول العالم ماشيه بسته. لان 4 سنوات دي اصغر مده رئاسه في العالم. فيش دول كده. فيش دول بتبقى كده. في امريكا المده كام؟ 4. 4 سنوات موجوده في امريكا صحيح. صحيح. بس امريكا مش زي مصر. ظروف مصر غير ظروف امريكا. يا سلام يا فندم. احنا مالنا بامريكا؟ دول ناس تانية، شعب تاني. امريكا ما عندهاش اخلاق. لكن ما فرنسا عندنا 6 سنين او 7 سنين. كانت 7 ونزلت 5. فرنسا مش زي مصر. احنا مالنا فرنسا؟ انت بتقارن بمين؟ انت بتقارن نفسك باوروبا؟ انتوا عندكم حاجات اخرى، احنا عندنا مشاكل. دولة فيها 100 مليون. احنا وضعنا مختلف تماما. يختلف تماما عن الوضع اللي موجود في فرنسا، عن الوضع اللي موجود في اليابان. ماليش دعوه باللي بيتعمل بره. انا مهتم باللي بيتعمل بره، هروح اعيش بره. بسيطه خالص، يعني انواع المدد ماليه الدنيا. عندك من اول 4 وانت طالع، شوف انت بقى دماغك ماشيه معانا مده وروح صيف فيها. بص لو مش عاجبك السته اللي احنا فيها ديت خد 4 عندنا واطلع كمل 2 بره. انما عندنا احنا بنقلدهم يا جماعه بس في تعديل الدستور، بس مش في المده. احنا مقاساتنا مختلفه كده، بنحب الرحرحه مش كده معتز؟ فانا عايز اقول ان الحوار المجتمعي على التعديلات الدستوريه اللي بيحصل دلوقتي مشارك فيه اعلاميين بيطلعوا كل يوم يقنعونا باهميه مد فتره الرئيس، وكمان اعضاء من الحزب الوطني ايام حسني مبارك. فسواء دول ولا دول هم كده كده عايزين يصنعوا نظام مبارك جديد، ومش بيتكسفوا ان هم يقولوا ده وش كده على التلفزيون. يا جماعه انتوا مش عاملين حوار مجتمعي، انتوا عاملين حوار على الشعب. اهلا بكم مرة تانية. خلصنا خلاص من الشأن المصري، نروح للشأن العربي. هضبة الجولان. الأسبوع اللي فات ترامب كان قاعد كده في البيت الأبيض، راح مطلع موبايله، راح كاتب تويتة واحدة بس، اعترف بأحقية دولة الاحتلال بهضبة الجولان السورية. ترامب بتويتة واحدة وهو في البيت الأبيض بغير خريطة الوطن العربي.
يعني تخيلوا كده مثلا يعني بارون ابن ترامب سرق موبايل ابوه وكتب تويته ان حدائق القبه سنغاليه. ده نفس اللي حصل. غير خريطه الوطن العربي وقعد في بيته بتويته. واللي مش عارف ايه اللي حصل او عايز الملخص يعني احنا معانا مذيع هيلخص لنا كل اللي حصل في هضبه الجولان في 22 ثانيه بس. وترامب اللي طلع يقول لك جولان تبع اسرائيل ويجي يروح جايب لك ورقه ويروح عامل لك ازاي؟ دونالد ترامب يروح عاملها لك كده كاني ارض ابوه ملك ابوه ورث امه. ويعمل لك المعلم ترامب كده يا راجل اتقي الله. والله اتقي الله ده ايش عرفه بتقي الله؟ اتقي الله ايه بس؟ هو قافل العطاره بتاعتك بعربيه لانوس؟ مش تركز يا حسين. قلت لك 100 مره انت مش مذيع، انت تقريبا ما حدش بيتابعك غيرنا. طب اقول لك حاجه، انت صعبت عليا والله، صعبت عليا لدرجه انه والله العظيم والله العظيم دبيت مشوار البيت الابيض وطبعت صوتك اهو، وقفت وقفه احتجاجيه لوحدي قلت بعلو صوتي مش ارض امك يا ترامب. على فكره والله ما حد عبرني. لا لا مش عشان هم دوله ديمقراطيه، عشان انت مش مذيع. بهزر بهزر يا جماعه طبعا. لا 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 بصراحه الناس اول ما شافت صورتك طوابير كده، طوابير اللي هو ب 2 جنيه كمون والنبي لو سمح بالله عليك اعمل لي 3 دولار كراويه كده على حبه البركه. ده ترامب نفسه نزل وطلب ب 4 دولار لبان دكر تقريبا عنده السكر. نسيبنا من حاسسين يا جماعه مش جايين نهزر. زي ما قلت لكم ترامب كتب تويته وراح جايب ورقه كده وقام شاطب عليها وخلاص، الارض اللي هي كانت سوريا امبارح بقت اسرائيليه النهارده. طبعا معروف الاعلام السوري كل مره يطلع يقول لك هذا القرار الامريكي جاء ردا على الانتصارات التي يقوم بها الجيش السوري في محاربه الارهاب والقضاء على اذرع اسرائيل في المنطقه ولا بلا 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 بلا. كل مره بتضربوا على قفاهم يطلعوا البقين دول. بس المره دي الاعلام السوري طلع وبكل شجاعه وقال ان الرد حاسم والجولان عربي. هذه التصريحات لن تغير ابدا من حقيقه ان الجولان عربي سوري كان وسيبقى أرض سورية. يا ترامب كفاك غباء، لن تتردد سوريا باستعادة الجولان. أرضنا سوف تعود وستكون الجولان وسط سوريا إن شاء الله وفلسطين في جنوبها. ليس فقط الجولان بل الرقة وإدلب والإسكندرون حتى نتحدث بعد ذلك على القدس. أنني أرى الجولان عائدة إلى الحضن السوري كما أراك الآن. خيار المقاومة هو خيار مطروح الآن على الطاولة. ما دامت المقاومة عازمة ليقاوم ويقاوم، المقاومة ستمتد. نمتلك القوة اللازمة. الجيش العربي السوري يمكن هذه التصريحات أن تؤدي فعلا إلى حرب. يتحد مع أخيه الجيش العراقي. نذهب باتجاه الحرب لاستعادة هذه الأراضي المحتلة. يتحد مع أخيه الجيش الإيراني. بالعكس نحن نتمنى المواجهة مع هذا الكيان ليأخذ درسا أقوى من درس 2006. البعض يتحدث عن التوقيت، توقيت نتركه لأصحاب القرار. باللحظة التي ترى سوريا فيها أن الوقت أصبح مناسبا، لأننا أشكرك. دائما كسوريين بهدوء ننتصر. بهدوء ننتصر؟ خليك بارد الدنيا تسقع. براحتنا خالص يا جماعة براحتنا، لسه في رمضان وصيام وتراويح وخشاب في صحور العيد داخل بقى كل سنة طيبين. ده لسه جيم اوف ثرونز. بهدوء ما وراناش حاجة، يعني لا خبا من استشار ولا ندم من استخار. وفعلا الشيخ مأمون رحمة عنده حق، المفروض الجيوش تتحد. بص يا شيخ مأمون الخطة زي ما انت قلت بالظبط، الجيش السوري هيحط ايده في ايد الجيش العراقي اللي هيحط ايده في ايد الجيش الايراني وايد واحدة يحطها في وهننتظر ساعتها ما اين الرحمة يا شيخ مأمون؟ هدوء ايه؟ دي مصيبة، دي ارضكم وارضنا كعرب، ما ينفعش الارض تروح كده بورقه وتويتر. يعني ايه مش تعملوا اي حاجه؟ لا لازم الاعلام السوري يطلع كده بادله تاريخيه يوري العالم ان الارض دي سوريه. عرضوا على الراحل الكبير حافظ اسد كل الجولان على ان يتخلى عن سوريا بحيره طبيعيه، رفض، قال لهم انا كنت استحم فيها. لقينا دليل تاريخي، حافظ الاسد ما كانش يحلاله الحمى غير في بحيره طبريه. هو حافظ الاسد كان بيستحمى؟ امال بشار جايب الوساخه دي كلها منين؟ وبعدين ثانيه هو ازاي من اللاذقيه وكان بيستحمى في طبريه؟ دي مسافه بعيده جدا، يعني ما ينفعش واحد من موسكو يروح يشطف في دمشق. بتحصل؟ انا اسف. لا لا الناس مش هتقتنع طبعا، عايزين سبب اقوى يا جماعه، عايزين سبب تاريخي كده نعرضه للعالم ونوريهم ان الارض سوريه.
يعني لو رحنا سألنا الناس في الهضبة، هضبة الجولان، هيقولوا لنا إيه؟ هيردوا علينا يقولوا إيه؟ بعد يوم واحد مما قال عنه ترامب بأنه نزع السيادة السورية عن أراضي الجولان السورية المحتل، من عين التين نطل عليكم على الهواء مباشرة عبر الإخبارية السورية لنسمع هذا الصوت إلى كل العالم بأن الجولان عربي سوري أبا عن جد وأبا عن تاريخ. يا رفيق حسن، صباح الخير، صباح النصر لكم لكل أهالي الجولان العزيز. الله اكبر. هي عارفه عامله زي ايه بالظبط؟ بشتري اي حاجه قديمه، اي حاجه بجنيه، اي حاجه بجنيه، هضبة عربيه محتله استعمار روسي بتتباع بتويتا، اي حاجه بجنيه. يا رفيق حسن، يعني الجولان عربيه؟ الله اكبر. بقول لك الله يبارك لك، القدس جنبك بساعتين، روح هناك بقى وحط دي جي العروسه ده وانده علينا زي ما عملت كده، يمكن الوزاعه تطمن. رفيق حسن مين؟ مش بالصوت اللي هيحررها على فكره. بصوا، بدل ما تندهوا على بعض كده، انترموا على بعض كماوي وسيبوا بصمتكم. ايه يا جماعه التهريج ده؟ يعني مش صوت الرفيق حسن هو اللي هيوصل للعالم، احنا عايزين صوت الحكام العرب، عايزين حكم عربي كده يطلع يرد على المهزله دي، عايزين اقوى حاكم عربي ذو سياده يطلع يدي لترامب ونتنياهو على دماغهم كده. الى ان جاء اخر شيء وقال الجولان لاسرائيل. يعني سيد الرئيس ترامب، أنت لست حاكما للعالم. قلت له أيضا إذا كانت إسرائيل غير مطمئنة على أمنها فأنا أقترح أن قوات الناتو، قيادة أمريكية، تأتي إلى فلسطين، تجلس عندنا في فلسطين لتحمي أمن إسرائيل. لهذا عظيم. ثم قلت له سيادة الرئيس، أنا لا أحب الحرب ولا أؤمن بالحرب، وفي اعتقادي إننا إذا حصلنا على دولتنا، فأنا أقول لك ما يلي: أنني يمكن أن أبني مدرسة أحسن من دبابة، أنا لا أريد السلاح. فقال لي غريب، كيف يسمونك إرهابيا؟ أنت رجل سلام. يا قال لك أنت رجل سلام؟ مش ده برضو اللي خدك كده تحت كتفه وقعد يفرجك على البيت الأبيض وقام وقع القلم الأرض وقال لك انزل هاته يا أبو مازن؟ عمل معك كده؟ عمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال لك إيه كمان؟ أنت عارف أبو مازن، لولا إن قناة العربي قناة محترمة كنت قلت لك إيه يا راجل يا م... نأسف، انقطع الإرسال لأسباب لا نعلمها. إيه الإرسال رجع؟ طيب خلاص كفايه كده يا جماعه، وتعالوا نتكلم جد شويه. يمكن في تاريخ الامه العربيه ما جاش فتره كانت منطقتنا بتتغير بالسهوله والبساطه دي. تويتا من البيت الابيض بتغير ملامح صراعات بقالها سنين واستنزف عشانها بحور من الدم والتضحيات. اوكي، الناس اتعودت على غياب رد فعل الحكومات والانظمه العربيه، بس عزائنا الوحيد ان الشعوب ذاكرتها اقوى من اي حد، والدم عندنا كعرب اقوى من الحبر. لا يعني الا ابو مازن طبعا. استنوني. اهلا بكم مرة تانية. قبل ما نبدأ الفقرة، عايزين نعزي شعبنا في العراق بعد حادثة عبارة الموصل المؤلمة اللي راح ضحيتها اكتر من 93 شخص. ربنا يرحمهم يا رب ويصبر اهليهم. الأسبوع ده حصلت مواضيع كتير جدا في الوطن العربي، زي استمرار مظاهرات الجزائر والسودان وبيان رئيس الأركان الجزائري، وكان في موضوع كده تاني اللي هو يعني عيد ميلاد عاصفة الحزم وعادة الأمل. مبروك، مش أمل بقى عندها 4 سنين. مش بس كده، ده كان في موضوع قالب السوشيال ميديا والقنوات العربية. الموضوع كان ببساطة يعني لقاء الأمير الوليد بن طلال على قناة روتانا خليجية. قلنا إيه ده؟ هي الناس بتهاجمه ليه؟ معقولة الناس بتهاجم الوليد بن طلال علشان غلط في الملك سلمان مثلا؟ يعني مستحيل طبعا. طب غلط في تركي آل الشيخ؟ لا مستحيل، ده ما يقدرش يعملها دلوقتي، خلاص بقى ده كان زمان. فقلنا ندخل كده نتفرج على اللقاء كله عشان نشوف ايه اللي خلى الدنيا مقلوبة كده. وده كان ملخص الحوار اللي كان على روتانا خليجية قناة الوليد بن طلال. روتانا مؤسسة إعلامية كاملة متكاملة، سقف عالي لكن ايضا عنده خطوط حمراء. نعم، وللملك خط احمر وليها خط احمر،
لما غير ذلك أبدا لا حرج. أنا المملكة وملكة هالجاي. من هو الملك أخوي؟ عمي. من ولي عهد؟ ولد عمي أخوي. أخوي شفيك؟ طيب. أنا الآن ولي من طلالتي كل ما يملك مصلحة الملك مصلحة ولي العهد، لأني متفائل جدا بالقيادة الحكيمة لوالدي الملك سلمان ولأخي المحمد سلمان. الملك سلمان بقلبي، محمد سلمان بعيوني. مش مصدقني؟ الملك بقلبي، محمد ده بعيوني. إنسان العين اللي عندي جوه ده عارفه؟ مسميه حمادة على اسم مين؟ بص الناس كلها عندها إنسان عين، أنا عندي سلمان العين. طب تصدق بالله أنا نظري ضعيف، مش عايز أعمل ليزك علشان ما أثرش على بشرة الأمير محمد بن سلمان. بلاش العين، شقات شفايفي دي من حفر مشروع نيوم. شوية القشف اللي في كوعي دول مش من الوضوء، لا دي من عاصفة حزمة حمادة. شوية الشمع اللي في وداني دول بولعهم كده ما خلاص يا سمو الأمير. في إيه الملك في قلبي ومحمد في عيني؟ ده ناقص تقول سعيد القحطاني بيعذب الناس، ده الناقص بقى تقوله. يعني خلاص مش انت دفعت فلوس خلاص، مش هتروح الريتس ما تقلقش، اللي بيدفع خلاص بيطلع. وايه ده، هو ما هاجمش الملك ولا حماده؟ امال ايه اللي ده الاعلام السعودي كده منه يا جماعه؟ لو كنت تصريح قالوا كده ولا كده واحنا ما خدناش بالنا منه. هجوم ارهابي في نيوزيلندا يحصد ارواح 50 من الابرياء. تعليقك. هذه جريمه نكراء عشان يعني هذا عمل ارهابي، وانا اعتقد يعني اذا اي مؤسسه سعوديه عربيه لا تذكر العمليه هذا كارهاب هي مخطئه. انا اشوف القنوات الاخرى اللي الان تدعم للدوله ونحن مدعوم، مش مدعوم من الدوله، مدعوم بمئات الملايين، ومع ذلك اخفقوا في نحو المملكه العربيه السعوديه، واقول بلهجه قويه جدا اخفقوا، لانه مش مهنيين ابدا. ايوه اديهم اسمه الامير، ايوه صح مش مهنيين ابدا. ده نعرف قناة بتدعم من الدولة بمئات الملايين، مش بس أخفقوا، دول عاملين قاعدة كده زي قاعدة أهل العروسة حضرتك عارفها، وحطين قلبك وعقلك وعينك وجلدك على لفظ الجلالة من غير ما يدوك نسبة حتى. بصراحة عندك حق، انت بتشوف بيجيبوا مين بمئات الملايين؟ تخيل ده اسمه الأمير بيدوله فلوس مع انه بيشتغل بالبول. بس ايش طبعا الحمد لله الموضوع خلص لحد هنا. اصل استحالة يعني حد يطلع كده ويتجرأ ويرد على يعني من الإعلام يعني ويرد على حد من الأسرة الحاكمة. يلا اشوفكم الاسبوع حقيقي بجد. الحوار كان على مدى ساعتين في اشياء كثيره، هذه ممكن تكون شؤون سعوديه، ولكن عندما يتحدث عن المؤسسه التي اعمل فيها اتعجب واستغرب انه بيجي سمو الامير الوليد ويضرب دائما في ام بي سي. سمو الامير دأب على هذا منذ عشرات السنين، ولكن في النهايه نحن جميعا سمو الامير في خندق واحد، في خندق واحد. سمو الأمير عندما طلعت في حوار سنة 2013 وقلت إيه؟ أن قناة الجزيرة هي قناة الشعوب، وأن قنوات ام بي سي أو العربية هي قناة الحكام. أنا عايز أسألك سؤال النهاردة بعد كل السنوات دي، أنت مقتنع لغاية دلوقتي أن الجزيرة هي قناة الشعوب وأن ام بي سي أو العربية هي قناة الحكام؟ أعلم تماماً إعجابك وانبهارك بالتجربة التركية والقطرية، أعلم أنك كنت تقضي صيفك في بودروم لغاية 2017 وتروج للسياحة في تركيا. هل ما زلت مقتنع أن تركيا وقطر على حق؟ ما ظنش أنك السنة الجاية هتروح تصيف في بودروم. هل رأيت قطر يا سمو الأمير؟ إذا كان هذا الإعلام اللي هو العربية وإم بي سي لا يعجبك، فين البديل؟ إيه اللي قدمته لينا؟ روتانا هو ده النموذج اللي أنت عايز تقدمه؟ سمو الأمير يعز عليا ان انت ما تبقاش معانا في الخندق. لماذا لا تقف في نفس الخندق معنا سمو الامير؟ دافع عنا يا اخي بقدراتك وباموالك وبكل شيء. اوبا عمرو اديب بيهاجم الوليد ابن طلال. هو تركي قال الشيخ نفوذه واصل قوي كده ولا ايه؟ يا عموره في ايه يعني؟ هو عشان اتسجن واتبهدل واتهان والزمن قسى عليه تعمل فيه كده؟ هو عشان وليد ابن طلال يعني مش تركي قال الشيخ تقوم تقسى عليه؟ فبقى تقول قطر وتركيا وعيب. ايه يا عمرو؟ مش اخلاقنا يا عموره خالص ان احنا نعاير الناس كده؟ لا بعتذر الامير وليد ابن طلال بالنيابه عن المصريين، مش كلنا عمرو اديب والله، في ناس محترمه كتير. ومعلش يعني هو قال ان قناه العربيه قناه الحكام؟ يا نهار اسود، قناه العربيه قناه الحكام والانظمه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده اكتر قناه وقفت مع الشعوب، ده ناقص يجيبوا الشعوب هي اللي تقدم البرامج. لا لا في دي مش معاك حق خالص يا سمو الامير.
خلاص بقى يا جماعه، يعني غلطه وعدت خلاص، ننهي الحلقه بقى ونشوفكم الاسبوع الجاي. اصل لو استمريت معاكم هيبقى ناقص بقى مذيعين روتانا بتاعه الامير ودوري الطلال يطلع يشتموا بقى عمرو اديب بقى ومش هنخلص. فخلونا نشوفكم. يعني انت عمرو اديب وشخص يا ريت، يعني يا ريت انه يعني شخص مصداقيه، ولكني بعد ان سمعت تعليق الاخ عمرو اديب ودفاعه الهزيل والمتهتك حزنت وضحكت، لانني بصراحه يعني اجد ان العربيه لم تحسن الاختيار، ليتها يعني كلفت من له مصداقية وقبول عوضا عن أن تستعين في شأن سعودي بأجير مصري. الجميع يعرف أن عمرو أديب طبال عمال على بطال. عمرو أديب الشهير يعني بتبديل مواقفه أسرع من تبديل ملابسه، مثل ما انتشر مقطع الطريف في كلامه عن حسني مبارك لما كانت لحسني مبارك السلطة، وكلامه عن حسني مبارك عندما أصبح سلطة. أسرع معركة يمكن أن تخسرها دائما هي التي تستعين فيها للحديث عن الشرف والنزاهة بزونات الكلام وبياعي المواقف. يعني ما احنا في حاجة إلى أن يعلمنا عمرو أديب ويشكك في ولاء أحد أفراد الأسرة المالكة. يعني وش أقول، يعني دي تخينة أوي يا عمرو. تخينة أوي يا عمرو، لصت منك يشتم عمرو أديب بالفيديو بتاعي، تنقد أنا اللي عامله. وبعد إذنكم بقى، يعني معلش، يعني أنا اللي أقول على عمرو أديب ما عندوش مصداقية، طبال بيبدل مواقفه أكتر ما بيغير هدومه، بياع كلام، دفاعه هزيل، أجير. أوكي أنت ممكن تقول إنه من زينات الكلام، أنا محترم ما أقولش الكلام ده، بس خدت بالك يا عمرو؟ ها؟ الناس اللي بتصرف عليك عارفين أنت طبال وأجير ومن زينات الكلام. اللي أنتوا شفتوه ده بيمثل حرفيًا واقع الإعلام العربي بكل تفاصيله. رجل أعمال فاكر إنه عشان بيدفع ملايين لإعلام النظام ممكن يكون له دلال أو مساحة تسمح له بس يقول رأيه، وإعلام نظام مستعد يدوس على أي حد في سبيل إرضاء الأنظمة الحاكمة والدفاع عنها. خلاص كده الفقرة خلصت، ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في حلقة جاية من جوشو. والسلام عليكم.